الضوئي من خلاله غنحاول نسلط الضوء على هادشي اللي كنديرو من ناحيه الارينه والتغطيه الصحيه وفين وصلنا وبغينا نحاولوا باش نحاولوا نفهموا اش يمكن لينا باش يمكننا نتواصلوا مع الصناعيه ديالنا واش يمكننا كل واحد في الجهه ديالو كل واحد في الاقليم ديالو من خلال مكتب الدراسه ديال السيدي سيدا وكنرحبوا كذلك بشيماء مستشاره برلمانيه ديالنا تعيا في اللقاء هذا تفضل سي شكرا الساده الاعضاء الساده المديرين الترابيين ديال وزاره الصحه التقليديه الاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيد المدير ديال جامعه الغرف الساده الصناع ايها السيدات والساده كما شار ليها السيد الرئيس اللي كنشكرو بزاف على عقد هذا اللقاء يعني المجهودات اللي اعطى الاوراش ديال الصناعه التقليديه في جهه ريبات سلا وقنيطرة كذلك كنشكرو الحضور الكريم الساده الاعضاء والساده المديرين المجهودات اللي قاموا بها فكما كتعلموا يعني الوزاره حاليا تشتغل على عده اوراش من بين الاوراش الرئيسيه اللي كتشتغل عليها هي السجل الوطني للصناعه التقليديه وكذلك التغطيه الصحيه وكذلك اللي كنهضروا على السجل الوطني للصناعه التقليديه فهو واحد يعني الورش الهيكلي ديال الصناعه التقليديه اللي غادي يبدل كاع هادشي اللي كنا كنقوموا به في الصناعه التقليديه منذ عده عقود لان غادي ندخلوا في واحد المرحله الجديده ديال ان القطاع ديالنا يكون قطاع يعني مهيكل نخرجوا من لانفورميل لان القطاع اللي كيعاني بزاف من العشوائيه هو قطاع الصناعه التقليديه مالوريزمون والان ان شاء الله راكم شفتوا العام الاول ديال الانطلاقه ديال هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه اللي وصلنا على الصعيد الوطني الى تسجيل تقريبا 360 الف صانع وصانعه تقليديه في السجل الوطني للصناعه التقليديه وهادو هما صناعيه اللي تسجل هذاك السجل هو صانع تقليدي اللي ما تسجل في السجل هذا الشيء كنهضر يعني على حسب ما قالتو يعني ما قالوا القانون 50/17 ديال الصناعه التقليديه ان من الواجب اننا نسجلوا في هذا السجل الوطني للصناعه التقليديه باش نعرفوا الناس اللي عندنا في هذا القطاع لان مالوريزمون ما كانوش معروفين جات بزاف ديال الازمات من بينها الازمه ديال كورونا كما كنشيروا لها ديما والصناع التقليديين ما معروفينش وبغينا ان هاد الصناع يكونوا معروفين ملي يكون حتى شي دعم ولا شي حاجه نعرفوا الناس اللي معنا شنو هي يعني لا بوبولاسيون اللي عندنا في هاد القطاع حرصنا مع السيده الوزيره باش نديروا لقاءات جهويه بحال هذا اللقاء وبدينا ب يعني بجهه رباط صلاح وقنيطرة وغنديروا 12 جهه باش نكتبوا هاد الاوراش ونحاولوا اننا نتناقشوا بيناتنا شنو هما الوسائل اللي غترجع لنا اننا نزيدوا في الوتيره تعرفوا ف كاين عده اكراهات في يعني في على مستوى الميدان الاخوان المديرين الجهويين والاقليميين ديال الجهه وكذلك غرفه الصناعه التقليديه بموظفين ديالها اللي كنوهوا يعني بالعمل اللي قاموا به باش وصلنا يعني لواحد النتائج اللي هي مهمه نحاولوا نتناقشوا بيناتنا باش نشوفوا شنو هما السبل اللي يمكن لينا اننا يعني نزيدوا للقدام ونزيدوا يعني في الوتيره ديال التسجيل في السجل الوطني السيده الوزيره والسيد الكاتب العام ديال القطاع وكذلك الامكانيات البشريه واللوجستيكيه التي تم تعبئتها خصنا نشيروا كذلك الى المرجعيه التشريعيه والتنظيميه القانون والنصوص ديالو التذكير بالتدابير المتخذه في هذا المجال والاشاره الى التراجع في التسجيلات واسبابها
والتأكيد على بذل المزيد من الجهود من طرف يعني الجميع، من طرفنا حنايا في الإدارة المركزية، من طرف المديريات الترابية، من طرف غرف الصناعة التقليدية، وكذا يعني المزيد من التنسيق بيناتنا، والإشارة كذلك إلى تسجيل الأعضاء على مستوى بعض الغرف. ف مالوروزمون اللي لاحظنا أنه في بعض الغرف هناك أعضاء اللي مازال ما تسجلوش. وبغيت نذكر يعني هذا العام إن شاء الله غادي نخدموا مع وزارة الداخلية في ذاك الورش ديال المدونة ديال الانتخابات باش تكون واحد التحيين ديالها بالمقارنة مع ذاك الشيء اللي كنديروه دابا في السجل الوطني للصناعة التقليدية، وكذلك على حساب القانون ديال 50-17 ديال الصناعة التقليدية. إذا فهاد الشيء كامل يعني كما أشار لها السيد الرئيس في واحد اللقاء، فيعني هاد كنشوفوا دابا واحد يعني بالنسبة لبعض الصناع اللي ما بغاوش يتسجلوا في السجل الوطني لأن في بزاف ديال الأمور، بزاف ديال الإكراهات إلى آخره، إلا أنه في المستقبل إن شاء الله غادي مازال نجيو للغرفة نلقاوها عامرة بالناس غادي يجيو يتسجلوا، غادي مازال يمشيو الناس يقلبوا على المديريات باش يفاليديو لهم يعني لي دوسي ديالهم ديال التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، لأن هادشي كامل ملي كنبداو واحد الورش ديما كيكونوا هاد الإكراهات، هاد الإكراهات خصنا نقبلوهم وخصنا نعرفوا نتعاملوا معاهم، لأنه لابد أنهم ملي كنبداو شي حاجة وشفتوا ملي كيكون شي حاجة ديال التغيير غنغيروا شي حاجة من شي حاجة أخرى، لابد ما يكون يعني بعض الإكراهات، لابد ما يكون بعض الناس اللي ما يبغيوش يتسجلوا، لابد ما يكون بعض الناس اللي خايفين من التسجيل في السجل الوطني للصناعة التقليدية، إلا أنه مع مرور الزمن إن شاء الله، خاصة دابا أن الدولة أعطت الانطلاقة لبزاف ديال الأوراش ديال هادشي ديال السجلات، كاين السجل الوطني للصناعة التقليدية، السجل الاجتماعي، السجل السكان إلى آخره، وحنا يعني من بين القطاعات اللي زعما مشاو بعيد في هاد الشيء ديال السجل اللي هو 100% مرحمن. إذا هذا هو يعني لو كادر رسلت الجامعة عن طريق مديرية المحافظة باش نكبوا جميع على هذا الورش المهم جدا ديال التسجيل التقليدية. وقد تمت الاستعانة فعلا بالسادة رؤساء الغرف اللي شاركوا معنا في تحضير هذه اللقاءات اللي غادي تكون على مدى هذا الشهر. تنتمناو أننا نتوفقوا في المهمة ديالنا لأنها مهمة جسيمة ومهمة نبيلة في نفس الوقت، ونتمنى أيضا أن نبلغ ذلك العدد الذي نصب إليه جميعا، بحكم أن قطاع الصناعة التقليدية رغم أنه يوصف بكونه غير مهيكل، ولكن أنا أعتبر قطاع الصناعة التقليدية هو الأكثر هيكلة وتنظيما بحكم ما يتوفر عليه من أعراف ومن تقاليد ومن عادات. راكم عندكم الأمير المحتسب الحنطة إلى آخره، هذا الشيء عبر الزمن وعبر التاريخ كان القطاع ديالنا منظم، ولكن الهيكلة بالمفهوم الإداري والتقني هي شيء جديد نأمل أن نصل إليه بتعاون معكم، والسلام عليكم.